بأشكال مختلفة، والآن معطيات ومعلومات تشير إلى تشديد الحصار أكثر، وهذه المرة على التجار وأصحاب المصالح. شادي مطهيش وهو من جمعية مسلك، مسؤول قسم التوجهات هناك، معنا الخط الهاتفي. صباح الخير شادي. صباح الخير أستاذ زكي. يعني الحصار على غزة يأتي بأشكال مختلفة، الناس تنظر فقط إلى الحصار البحري أو إلى الحصار الجوي أو إلى الشريط الحدودي، ولكن الحصار يأتي كما ذكرت بأشكال مختلفة، وهذه المرة بالنسبة للتجار وأصحاب المصالح. كيف وصلت إليكم؟ يعني ما هي المعلومات المتوفرة لديكم بهذا الصدد؟ صحيح، يعني ناهيك عن سياسة الإغلاق اللي تمارسها سلطات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل حاد من 10 سنوات، يعني سياسة ضيقة جدا تفصل المجتمع الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بدل ما يكون يعني تواصل طبيعي بين الشقين لعلاقات إن كان اقتصادية تجارية وإن كان علاقات عائلية ومؤسسات علاقات مؤسسات. يعني هاي السياسة من الأساس جدا جدا ضيقة. وفي الفترة الأخيرة أضيف على كلامك، المشكلة هي ليست فقط مشكلة تجار، المشكلة هي مشكلة أسلوب جديد ب يعني رفض طلبات التصاريح على كل أشكالها بحجة المنع الأمني. وهذا برز يعني في الأشهر الأخيرة أم أنه فقط اكتشفتم ذلك في الأشهر الأخيرة؟ يعني هو لا بشكل واضح ازداد بشكل كبير كبير جدا في الأشهر الأخيرة. مركزات توجهات الجمهور في جمعية جيشا مسلك في الأشهر الأخيرة يعني حصل على يعني عشرات ومئات التوجهات على كل الأشكال، من تجار لمرضى لأكاديميين اللي بدهم يسافروا لدراستهم الأكاديمية في الخارج، يعني السيدات الشابات حتى بطلبوا يخرجوا من قطاع غزة للأردن وللخارج للزواج بهدف الزواج من يعني رفيق عمرهم. كمان هاي الأمور ترفض وترفض رفض أمني. نعم. الأسلوب الجديد هو رفض أمني اللي ما في له أي نعم حل. أنا ابقى معي شادي، ضمن أن رائد السكني وهو تاجر وصاحب يعني مصنع خياطة ومن التجار الذين كانوا يدخلون ويعملون في هذا المجال منذ سنوات. أخ رائد يعطيك العافية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني احكي لنا بالنسبة لكم، يعني تشعرون منذ متى بهذا التشديد ورفض الدخول أو منعكم من الدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية بطبيعة الحال؟ بصراحة المنع الأخير التصعيد الأخير غير مسبوق بالنسبة لتجار قطاع غزة. يعني التجار كبار التجار وكبار أصحاب المصالح وأصحاب المصانع في الفترة الأخيرة تفاجأوا جميعا، أغلبهم بسحب التصاريح، وكان بعضهم يصدروا له تصريح ولما يصل معبر إيرز يسحبوه منه، يعني يتم سحب التصريح والعودة إلى قطاع غزة. مرة أخرى كان يقدم كمان مرة لطلب التصريح ويعطوا له مرة ثانية وبعدين يسحبوا التصريح بدون أي سبب. وأنتوا كنتوا يعني حضرتك مثلا كنت تدخل البلاد بشكل دوري، ما كان عندك مشكلة؟ يعني من تعالوا من 2007 لليوم كيف كان الوضع معك؟ والله هو غالبا يعني أنا بالنسبة لي يعني كان مفتوح التصريح بشكل دائم لبعض التجار. أنا صراحة آخر في الفترة الأخيرة أخذتها كان والدي هو اللي يعني أخذ التصريح بشكل دائم. أنا أخذته يعني بعد ما توفى الوالد الله يرحمه. فالفترة اللي هذه كان تصريح صراحة يعني للتجار بكل معنى كلمة تجار، يعني التجار الكبار، التجار أصحاب المصالح، أصحاب طبعا لما أنا بالمناسبة بقول لك التاجر وأصحاب مصلحة، يعني بكون له علاقة بين تاجر من إسرائيل وتاجر مثلا، علاقة بين التاجر من إسرائيل ومن الضفة وبين مخلصين وبين موانئ، هاي مصلحة التجار. لكن في الفترة الأخيرة احنا تفاجأنا او عفوا مثلا انت عندك مصنع خياطة بتنتج بضاعة اللي هي بتتسوق وين، في إسرائيل ولا في الضفة، ولا بتطلع بريد الضفة كمان في الضفة الغربية؟ بتتسوق بالضفة الغربية، وآخر فترة صار سمحوا انه احنا نسوقها لإسرائيل. طبعا بالمناسبة لما انا بدي اسوقها لإسرائيل
بحكي عنه وعن بشكل عام عن المصانع. فلازم انه يكون علاقه شخصيه ايضا مع يعني مع التاجر الاسرائيلي ويتفق معه. الان التاجر الاسرائيلي البضاعه القماش اللي بده يرسلها لغزه على اساس انه يتم الصناعه وصناعه القماش هذا ومتم اعادتها الى اسرائيل، التاجر الاسرائيلي بخاف، يعني بقول لك انا اطلعها على غزه وبعد هيك بعد ما تطلع من غزه، بعد ما تطلع على غزه ما اضمنش انه يسكر المعابر، فيش امان، فيش اطمئنان. طبعا هو بده يشوفها كمان وجه لوجه عشان تعملوا بزنس زي بكل محل في العالم. صحيح صحيح. طيب السؤال يعني عندك تفسير لهذه الاجراءات اخي رائد؟ والله هو يعني حسب ما هو مشاع بين التجار، يعني في بعض التغييرات في العلم حتى في الشؤون المدنيه، وفي تغييرات يعني سياسيه اللي هو بعض السياسه المتخذين اللي هو الجانب الاسرائيلي بخصوص التصريح. نعم. يعني انت تتفاجئ اليوم اللي معهم تصريح بيطلع اسرائيل مش تجار، يعني مش تجار، يعني بعضهم انه يعني بيزاحموا التجار اللي هو بروحوا بيشتغلوا بالقطيف وبيشتغلوا بالبنيان وبيشتغلوا يعني عمال على اسم تاجر، والتجار الكبار اصحاب المصانع واصحاب المؤسسات الشركات الكبيره هي ما بيطلعوا. وانت طبعا مشغله، كم عامل عندك مثلا في المصنع؟ انا عندي في الشركه بشكل عام حوالي 250 عامل. واذا وقف الشغل 250 بيروحوا على البيت مع كل البطاله الموجوده في غزه؟ يعني راح اذا وقف الشغل راح مش يعني مش راح نلتزم معهم، راح يوقف المصنع، راح هم كمان يعني انا ال 250 هذول بيشتغلوا عندي بتعرف لا يعني حتى هم شاكل وروحوا ها نظام كل واحد عنده اسره والاسره بتعرف اللي يعني خلص المجتمع عندنا متراكم. معلش اسالك اخي رائد شو معدل الاجر يعني بهمش اسمح لي بهالسؤال بما انه والله نعمل. في منه يعني انا في بعض بتعرف حسب حسب الخبره وحسب الاداء وحسب المهنيه والجوده في عندي بياخذ 3500 شيكل في لعند 1500 شيكل. شادي اعود اليك، الى اي مدى الاجراءات هي فقط اجراءات اسرائيليه يعني بين قوسين خالصه؟ لانه يعني انا على الاقل من خلال متابعتك في موضوع التنسيق مع الضفه وفي مع السلطه تدخل يعني عالم بكامل كل موضوع التنسيق هذا واللي بيصير بالمعابر. سؤالي انتم على ثقه ان الموضوع موضوع امني بحت يعني وليس حاجز اخر؟ شادي يعني في قضيه اخ جاكي في قضيه التصاريح ممكن انت تشوف واحنا شفنا طبعا من خلال القسم القانوني في جمعيه جيشه انه السلطات الجيش اللي مسؤوله واللي صاحبه السلطه انها تعطي التصريح تصدر التصريح لشخص معين زي ما تفضل الاخ اللي كان معنا على الخط رائد. نعم رائد بتصدر التصريح وفي المعبر المخابرات الاسرائيليه بتاخذ تسحب التصريح من الشخص وبترجعوا على البيت على غزة وعمليا يعني بتتغاضى عن يعني سلطة الجهة المسؤولة وهذا يعني هذا حتى في القانون الإسرائيلي ممنوع لأنه المخابرات الشبكي الإسرائيلي ما له سلطة في القرار، هم المفروض يعني يعطوا استشارة لسلطات الجيش هذا الشخص أعطوه تصريح أو هذا الشخص في مشكلة أمنية معه، لكن مش هذا اللي عم بيصير. فمن هون أنت بتشوف ردا على سؤالك إنه الإشي يعني يعني المسار المدني والعملية التنسيق والارتباط تتم بشيء يعني هذا قد يكون نوع من التزاحم أو التنافس بين الأمن وبين التنسيق يعني إذا بدنا نكون احنا شوي سذج. طيب ماشي ما بدنا نفوت نعمل صلحة بيناتنا مش شغلنا لكن يعني هاي العشوائية هذا بيدلك على عشوائية تعاملهم مع طلبات التصاريح طلب لكل طلب لكل شخص وكمان مرة يعني أنا بدي أضيف إنه المشكلة يعني ما بدنا نفوت بتفسيرات ليش التجار ممكن إنه صار معهم هيك لأنه مش بس التجار اللي صار معهم هيك مرضى سرطان اللي بيتصلوا وبيحكوا لنا إنه قبل 6 شهور أو اليوم صرنا 7 8 شهور من قبل بداية السنة سمحوا لهم عدة مرات يطلعوا من قطاع غزة للحصول على الكيموثيرابي يعني العلاج الكيماوي للسرطان اللي هو طبعا دوري اللي كل شهر او شهرين
لازم ياخذوا دوره، وفي الاشهر الاخيره مش عم بيسمحوا لهم يطلعوا، بعد ما سمحوا لهم مرتين ياخذوا العلاج في الخارج فجاه مش عم بيسمحوا لهم او عم بياخروهم شهر وشهرين. فالقضيه هي قضيه يعني عشوائيه ملحفه، يعني استهانه بحياه الناس. نعم بدون شك. يعني على كل حال يعني شادي، فقط لنقول بواضح انه من خلال متابعتنا في السنوات الاخيره واضح انه هنالك حصار على غزه، ولكن المشكله الاعمق التي عاده لا نلتفت اليها انه الحصار هو اكثر من الداخل لبرا. يعني القضيه ليس ما يدخل الى غزه هو مشكله، ولكن هنالك مشكله اكبر بالنسبه للخروج من القطاع الى العالم الخارجي. ويعني الكل يريد ان ياتي الى غزه ليفك الحصار، لكن الحصار هو من الداخل الى الخارج يجب ان يكون بشكل اساسي. يعني كمان صحيح، يعني كمان في ممارسات يعني مؤسفة ومضحكة مؤسفة. نعم. بالتصريحات، القضية انه التصريحات في السنوات الاخيرة كل الوقت. نعم. بتخفيف يعني. نعم. الحصار رائد، يعني اسألك مثلا انت كيف هذا المانع من الان مثلا مس عندك بشغلك بالمصنع بشكل عيني؟ والله هو بشكل عام يعني المنع لبعض التجار بشكل عام، ولكن زي ما اخونا الشاهد عم ما بده يتكلم، انا عم يعني اخذ الكلمه من لساني. في بعض الاحيان يعني بشيء بين هناك يعني تسهيلات لاهالي قطاع غزه، ويعني والناس بيكونوا سعيدين جدا وبنتظروا الاخبار وكذا، وبتفاجئوا انه تجديد عكس ذلك. يعني انا اللي بنعرف انه الصراحه يعني لازم انه يكون هناك يعني يميزوا بين الناس اللي اصحاب المصالح واصحاب الاقامات واصحاب الناس اللي بدهم لهم اقارب برا، والناس اصحاب العلاج. نعم. واللي محتاجين العلاج وكذا لازم يميزوا بينهم وبين باقي الناس اللي المفروض مثلا يعني حسب القوانين الاسرائيليه انه بيستاهلوا حصار. يعني مثلا يعني انا مش طبعا ضد حدا او مع حدا، ولكن في ناس مدنيين، في ناس عزل، في ناس اصحاب مصالح، في ناس اصحاب علاج، هذول الناس لازم يكون تسجيل. نعم. على كل حال يعني انا دائما كما نقول غزة في القلب ونتابع الموقف. انا اشكرك اخي رائد، شكرا لك. شادي كلمه اخيره، هل من اي تحرك سياسي في الموضوع؟ يعني كمان مرة على غرار المصالحة مع تركيا والادعاءات طبعا في الاعلام الاسرائيلي انه ادخال من ميناء اشدود ادخال بضائع وغيره، لكن يعني في واضح انه في عقاب جماعي، وحتى انه احنا بتوجهنا للمحكمة العليا الدولة ردت بشكل عام انه هم عمليا في سياسة تشديد امني على قطاع غزة، لكن من ناحية ثانية طبعا التصريحات كل الوقت ان كان بعد الحرب الاخيرة قبل سنتين تصريحات بالتمييز بين زي ما تفضل الاخ رائد بين يعني السكان المواطنين العاديين. نعم. في قطاع غزة، لكن هذا يعني اعتقد انه كل هذه اجراءات يمكن ان تنتهي فقط بحل سياسي اذا كان على مستوى الساحة الفلسطينية الداخلية او على مستوى طبعا الحكومات. انا اشكرك شادي بطحيش قيشا وكذلك رائد السكني رجل اعمال وصاحب مصنع خياطه في غزه، شكرا لكما، صباح الخير، يعطيك العافيه، الى اللقاء، سلامات.